عرفنا أنه بعض الأراضي الزراعية عم بتمرية بمياه الصرف الصحي، توجهنا مع فريق العمل عن منطقة البقاع وزرنا بعض مجاري نهر الليطانة المحيطة بالأراضي الزراعية، فشوفوا شو شفنا. ايه والله صدقوا هيدي المي، بس انتبهوا مع ريحه. انا بي بخبرني كان بيشرب من هيدا المي من هان يعني بالسبعينات، ليك هلا ليه كيف حولوه من نعمه لنقمه بيضروا يعني العالم فيه. ليك مثلا هيدا هالمجهور اللي هان شايف هيدا جاي من فوق، يعني بعض لا بتخلى من بعض الناس بيسقوا فيها. هيدي المياه صرف صحي مخلوطه مع مياه النهر، بس في بعض المطارح وبعض المناطق بينزرع فيها مأكولات غذائية، هي الخيار وبندور وهيك تنصقى من مية النهر. كله منيح قدام الصدمة الأكبر، فشاءت الصدف نحن وعم نصور يوصل ممول المجرير الأول ستيرن حامل كل شي فيه، فهمتو، ومن دون أي حس مسؤولية أو ضمير هيدا اللي صار. هيك مشهد بيستاهل الإعادة. شو كان عم تعمل هون؟ جوار صحية، جوار صحية. ليه عم تكبها بالنهر؟ كبها بالنهر لأنه مجراير كله من هذا نبعلبك جاي لهون. قد ايه بيعطوك تتكبها هون؟ بناخذ أجار نقلي، هاي المجراير طالعة من هون مزحلي. إنه كتير يعني حرزانين المصريات؟ لا مش كتير مش. وأنت عم تاكل من هالمنطقة؟ إيه. كمان بتاكل منها؟ إيه. الخضرة كلها مية المجراير. البطاطا من هون، الفول من هون، البقدونس منه، من كل شيء، الجزر منه، الفرد من كل شيء، كل شيء منه. عملت كيس مي على الكبد. ريحة النهر فطست الأولاد الأطفال. تعدي هون ريحة على المستشفى. تعدي هون ريحة على المستشفى. هالريحة بتموت بدقيقة. هيدي عينة من الواقع، وبتقرير آخر رح ننقلكم التفاصيل والمخاطر اللي ممكن تطال صحتكم.